بالنسبة للقضايا والضبطيات احنا مستمرين من زمان ولله الحمد عندنا نسبة كبيرة من الضبطيات، لكن بمناسبة وجود المؤتمر هذا المؤتمر الإقليمي الأول قمنا ما يسمى بعملية الدرع. تم تحديد الأهداف وتحديد الناس مرتكبين هذه الجرائم وحددنا لها ساعة الصفر مع بداية عملية الدرع، وبإذن الله مع تواجد أخواننا الخبراء من الأنتربول، منظمة الأنتربول الدولي، بإذن الله سيتم تنفيذ هذه العملية في خلال اليومين بإذن الله، وستكون إن شاء الله نتائجها إيجابية ومفرحة، وبإذن الله أن العملية تم إعداد لها إعداد جيد وتم جمع التحريات والاستدلالات على هذه الأشخاص وتحديدهم حتى يتم تقديمهم للعدالة.